السلام عليكم. في مرانا هنا في معسكر في حي السلطان خوتي، هذول العائله عيطوا لنا عليها، انحرقت بهم كانوا ساكنين في كارد، انحرقت بهم البارح قيس 3:30 على الصباح، وراهم في السبيطار مساكين وما صابوش من يروحوا خوتي. انا نجي نقصد خوتي في سبيل الله وفي وجه الله وفي هذا الشهر الكريم، بتعاونونا غير نكرولهم ونعمروا لهم دار. هذا مكان قتلوا كان في السبيطار في ليفونسون في حاله إليه الله محمد رسول الله. وهذه العائلة فيها في التغراوين هم وبوهم، فيهم شيرة وجوج شاشان صغار. أنا جاي نقصدكم في سبيل الله خوتي، الناس اللي تبعنا في فيسبوك وكاع الله يجازي خوتي، بارطاجوا لنا هذا الفيديو. غاد العائلة برا، غاد اليوم اللي ندبروا عليهم ولا غدو. شنو نبي نقول خوتي؟ غادي نوصل نوامر أنا وصاحبي أمين اي حاجه هكا تاع معاونه قش فراش دراهم تاع كره خاطر اللي قنكلوا لهم خوتي، عاونونا الله يفتح عليكم، عيطوا لنا وما كاش مشكل نجيو عند وين راكم باغيين. والله يجازي خوتي بارك الله فيكم، وديروا دي العائله ديروها بالجي شغل فرد منكم. والسلام عليكم.